عمران رايه راه بابا راه كاين نشوش الاول بابا الاول راه الثاني رايه راين داخل Thank you.
سير رجليك تما. السلام عليكم اخوان، كنتمنى كامل تكونوا على خير وبخير. المهم مبروك عواشركم، عيد مبارك سعيد. كما شفتوا بغينا نختموا معكم في هذا الفيديو، عاد نبانوا معكم ما بدناش في الاول، كنا نوريكم الاجواء هي الاولى، عاد نهضروا معكم في الاخر ونودعوكم. كما شفتوا درنا ميني فلوغ، صورنا فيه كاع داكشي اللي كاين هنا في هذه البلاصه. هذه البلاصه اللي ما عرفها سميتها دريم فيلاج، جات في النواحي. رايان اش حيد من تم، جات في النواحي ديال المحمديه. المهم كتبعد على المحمديه بشي 20 كيلومتر بحال هكاك، فيها جميع الانواع ديال الحيوانات راكم شفتوهم في الفيديو. كاين شي حوايج اللي ما قدرناش نمشيو ليهم، اللي ما قدرناش نصوروهم، حيت اللي بصح كتجي لهاد البلاصه بحال هاد البلايص كتعيا، حيت كتبقى فيهم دروج كتبقى طالع هابط. المهم حنا دابا من الفوق ديالها هي هادي، بحال شي قريه ولكن راه مصروعه بزاف. انا اول مره غادي نجي ليها، اللي بغى يجي ليها الثمن ديال الدخله هي 40 درهم باش كيدخلوا. داي صغار قل من عامين ما كيخلصوش، مون فوت عامين كتخلص عليه 40 درهم. داكشي واعر، جو ضربوا دوره هنايا، كاين فين تاكلوا، كاينين الطواليطات، كاين كاع المرافق كاينين. بالنسبه للماكله طاجين موين راه داير 130 درهم، راه انا بيتزا 70 درهم، اج مهم ساندويش 40 درهم، ممكن ما يدار الدراري اللي بغى يجي مع الماكله. عاوتاني راه بلان هذا الشيء، تقدر تدخلوا ما كاينش ما كيقول لك لا ممنوع لا والو. وفي بيسين دابا حنا جينا في هذه الوقيته هذا ديال نتوما عارفين كورونا وداك الشيء سادين، وحتى الجو ما مساعدش على البيسين. المهم الاخوان كنتمنى يعجبكم هذا الميني فلوغ، وبغينا باش ما نغبروش عليكم وصافي، خليناكم على خير. رايان اجي قول لهم باي باي. مرحبا، باي 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 عليكم، تهلاو الاخوان.